هلو ليديز، بتوتوريال الماضي فرجيتكم كيف فينا نعمل ميك اب مستوحى من لوك تبع زوي دو شانيل باطلالتها بالجولدن جلوبز 2014. بتوتوريال اليوم رح فرجيكم كيف فينا نعمل الهير ستايل تبعها. لهيدا التوتوريال عايزين ورتين سود، بيبيس من كذا نوع مع ربطة شعر، فرشاية ومشط، فير، سشوار، هيت بروتكتر وسبراي. مثل ما قلت لكم بهيداك الفيديو، دائما وقت بدنا نعمل الميك اب من المفضل قبل نحمم شعرنا ونربطه نخلص الميك اب. وهلا رح نفك شعرنا تنقدر نبلش نعمل الهير ستايل. اول ستيب رح ناخذ الهيت بروتكتر. انا رح استعمل هيدا من لوريال، كتير منيح والحلو انه في كذا نوع منه، وهيدا للويفز لانه نحن رح نعمل شعرنا اول شيء ويفي وبعدين نعمل الهير ستايل تبعها. فرح ناخذ السبراي ورح نرشه نحن وشعرنا بعده مي على كل الشعر. على فكره ريحته كثير كثير حلوه كمان. حلو دائما البرودكتس تبع الشعر تكون ريحتهم حلوه. بعد ما نرش على كل الشعر رح ناخذ فرشاية ونمشطهم. تنتأكد انه البرودكت نمد على كل الشعر. وهلا صار فينا ناخذ السشوار وننشف شعرنا لنقدر بعدين نستعمل الفير ونعمل الويفز تبعنا. بعد ما نخلص نشف شعرنا بالسشوار رح نمشطه بالفرشاية. انتبهوا انه تنشفوا شعركم على الاخير لانه طبعا نستعمل الفير احسن ما نأذي شعرنا. اذا كان مي بيخلي شعري يقصف زيادة فلازم ننتبه. نمشط شعرنا ورح نقسمه بالنص تنقدر نشتغل فيه بالرياحة. رح نربط هيدا النص بالربطة. وهون رح نخلي الخصلة اللي بدنا نشتغل فيها والباقي رح ناخد الكليبس ونربطه. رح ناخد أول خصلة نقسمها بالنص. رح ناخد الفير وبدنا نعمل ويفز بهيدا الفير، فرح فرجيكم كيف. رح نحط الفير بهيدا الشكل ونبرمه لبرا. بس نخلص اول خصلة رح نرجع نفك الكليبس ناخد خصلة تانية ونعيد عليها نفس الستابس، وبعدين منعيد هول الستابس على الشعر كله ليصير كله ويفي.
بس نخلص نعمل كل شعرنا ويفي على الفات، رح ناخد السبراي ونرش على كل الشعر. وبعدين رح ناخد الفرشاية ونمشطن. باللوك تبع الصورة إذا انتبهتوا هي عندها غرة، أنا ما عندي غرة، بما أنه غرتها على جنب رح أخذ أول شي المشط وأخذ شقفة من غرتي نكشها بهالطريقة. ورح ثبتها هون بالدبوس. بعد ما نثبت الغرة محلها رح ناخد ربطة الشعر ونمسك الشعر كله على ميلة واحدة. فينا نستعمل الفرشاية ليكون الشعر مرتب بمحله. بس نجمع الشعر كله عميلة واحدة، ناخد الربطة ومنثبتهم بالربطة. بس نخلص ونربط كل الشعر على ميلة واحدة رح ناخد المشط وننكش الشعر بهذا الشكل تنعطي فوليوم أكتر ويطلع أحلى. بس ننكش كل الشعر على جنب رح ناخد سبراي ونرش عليه شوي. وبعدين رح نبلش ناخد بيبيس الكبار وناخد خصل ونلفهم ونثبتهم. بدنا بالاخير يبين الشعر شوي كانه ميسي بون، انه مش مفهوم كتير شو هو الفوليوم بس يكون حلو اكيد. منركب الديزاين تبعنا. بس نخلص تقريبا ديزاين اللي بدنا اياه، وقت يضل في خصل صغيره مثل هون مثلا ظاهره فينا ناخذ البيبيس الانفيزيبل صغار ونخبيهم. وهيك الكعكه تبعنا تكون خلصت. بصير فينا كمان ناخذ السبراي ونثبت الشعر كله محله. ما بقى إلا ناخد الورود السود ونحطهم بشعرنا. فوالا، وهيك صار الميك اب والشعر تبعنا جاهز. ما بقى إلا انه نزيد عليه الاوتفيت لتكون اطلالتنا مميزة مثل اطلالة زوي دو شانيل بلوك اوسكار دي لارينتا بالجولدن جلوبس 2014. اللوك تبعها كان كروب توب مع ماكسي سكيرت قصير شوي من قدام واطول من ورا. بنصحكم تعتمدوا هيدا اللوك لانه كتير اون ترند هيدا الموسم، شفني على كتير من الستارز وكتير من الرانويز. الحلو بهيدا اللوك انه فينا نلبسه بطرق مختلفة ونخلطه مع غير ايتمز من الكلوزت تبعنا.
إذا عندكم أسئلة ما تنسوا تتركوا لي إياها بخانة التعليقات، تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي، فولو على الفيسبوك، الإنستغرام وتويتر لتتابعوني. تشاو.